طبعا مشاهدينا هلا رح ننتقل للفقره اللي كلكم بتحبوها بتستنوها، فقره الابراج مع الاء عقرباوي. ويسعد صباحك يا الاء. صباحك يا ربيع ناس، صباح الخير. صباح الورد، صباح ايش المنوره اليوم؟ مشعشعة اليوم. مشعشعة نور اسكم. بعدين الاحمر شايفه مشترك عند الجميع. صح؟ انا لا مش عامله شيء احمر. بس كمان تماره لابسه احمر كانت. يعني جميل من وحي هاي الاجواء. عشان هيك بنفوت الاحمر الحلو. الاء قبل ما نفوت بموضوع الابراج، انا شفت عنوان حلقتك يوم الخميس المستأذب. المستذئب. يس المستذئب. يعني ذكرني هذا الاسم، انا يعني بحب احضرك ولكن كان عندي تصوير للتقرير فما حضرتك، لكن هذا الاسم ذكرني بشغلتين يعني حبيت اني اقول لك اياها اليوم. ذكرني بمسلسل سكويد جيم، هاي شغله، وذكرني بكتاب لممدوح عدوان اللي هو حيوانة الانسان. لما بنحط بظروف تكون كتير صعبة وقاهرة، كيف بمارس العنف، كيف بنشئ العنف فيه، وكيف بتجرد من مشاعره. فما بعرف أنا يعني هل أنت بحلقتك وقتها حكيتي عن هاي الظروف وكيف الإنسان بتحول لا ما بدنا نقول حيوان ولكن إنه باسي. متجرد من المشاعر. بالضبط. هو هذا كان قصدي فيها. يمكن في ناس كتير ما فهمت شو المستذئب. هو كان قصدي بالضبط إنسان بالفطرة طبيعي بحب الخير، من مع الظروف اللي صارت معه، هي إهمال، هي من الطفولة ما في حنية، قمع، كذا القمع، يس، أو تكرار الخذلان والقصص هاي، تراكم الهموم وخيبات الأمل هي تصنع من الشخص يكون قاسي وحيان متوحش أو بحبش الخير لحدا بصير. صحيح. وعطت وقتها نصائح إيش ممكن واحد يعمل لحاله لما يفوت بحالة حزن أو بظروف كتير صعبة كيف إنه يطلع منها. حلو كتير. يعني الظروف أنا بشوف تخلق أكثر من شخص مستذئب. صح. بعض الأحيان متوحش زي ما حكيت. متوحش بالضبط. طيب اليوم ميزات أي شخص حسب شهر ميلاده. شهر ميلاده يعني مثلا. نعم. أنت بشهر أربعة. نعم. بشهر أربعة شو هي ميزاتك مش حسب برجك. حسب الشهر. الشهر. هل ممكن نعتبر هاي المميزات ممكن تكون عيوب؟ حاحكي بعدين عن العيوب، اليوم بس ميزات. شوي شوي بتكون. يلا اوكي. شكرا. هلا. بنقول مرحبا يا اصدقائي من جديد فقرة الابراج. فقرة المحببة لدى الجميع. لحتى نكون اشخاص مميزين فاكيد لازم يكون في عنا اشي جميل. لحتى نكون اشخاص مختلفين عن الاخرين فلازم يكون عنا صفات حلوة فينا. مش يكون مميزين باشياء سيئة، لا، يكون مميزين باشياء حلوة. لهيك اليوم بدي احكي عن كل شخص شو الاشي اللي بميزه حسب شهر ميلاده مش برجه، حسب الشهر اللي انولد فيه، سواء كان باوله او باخره. بلش مع مواليد شهر واحد، مواليد شهر واحد بالشتاء. بتميزوا هدول الاشخاص بالهدوء. بعرف يعمل كنترول كتير منيح على مشاعره، سواء كانت فيها عصبية أو حزن أو فرح، بعرف كتير منيح كيف يسيطر على مشاعره. بسيط وصريح بنفس الوقت. كتوم وما بحب الفضفضة. خلص بحب يكتم بقلبه شو ما صار معه شو ما كان معه، بحب يكتم كل إشي جوا قلبه، ما بثق بحدا أبدا. مزاجي شوي، قلبه حنون ومن برك بيّن شكله كتير قاسي. عقله أكبر من عمره بكتير، وإذا زعل منك أبداً ما ببين لك. خليني أكون رؤوفياً بمواليد شهر واحد. مواليد شهر اثنين، مواليد شهر اثنين بحبوا المثالية والواقعية. بس خليني بس بدي أنوه على شغلة، ما بعرف بالكنترول حاطين لي أبراج أو لا. ديش يكونوا حاطين الأبراج؟ معلش. لا تمام خلاص اوكي. انا اكون تمام. مواليد شهر اثنين بحبوا المثالية والواقعية كتير، هادي وخجول شوي، بحب يعمل صدقات كتير، بحب من كل قلبه بس ما بعرف يواسي ابدا. حنون ومتفائل وايجابي بنفس الوقت، ما بنقول الحكي ابدا، بس إذا كره حدا مستحيل يرجع يتقبله بعد وقت، خلص بلغيه من حياته. مواليد شهر ثلاثة عنيد ومتمسك كتير برأيه ومتكبر شوي. ما بحب التغيير، ما بحب الشفقة برضه من حدا،
وأحيانا بزعل من أشياء كتير صغيرة وتافهة وبسيطة. بتجاهل اللي ما بحبهم خلص، بعتهم مش مجال بحياته. بكره المجاملات وواثق كتير من حاله. بيسامح بس ما بينسى أبدا. مواليد شهر 3. شوف مواليد شهر 4، شخصيته قوية وزعله ما بيطول. حنون وقلبه نظيف، دايما فرحان وصبور وما بيضايق حدا. بيكتم كل اشي بقلبه وبسعد حاله من حاله لانه بيعرف وين سعادته. ذكي كتير بس احيانا بتغاب عن قصد لحتى يتجاوز الاشياء. بحب العزلة والموسيقى. مواليد شهر 5، شخص لطيف وبيسامح وغيور وبحب التملك بس مزاجي، ودائما هو صح والناس غلط. رأيه هو صح. عنيد وانتقاده أكتر من مدحه. بنتقد الأشياء. صعب حدا يعرف نقاط ضعفه أو حتى يوصل لها. غامض ومش متوقع بتصرفاته. مواليد شهر 6، اجتماعي كتير وابتسامته دائما على وجهه بس بنتقد أغلب الأشياء اللي بتصير حواليه. حساس وبحب المفاجآت كتير. بسامح كتير كتير كتير. هو حنون مش متصنع أبدا، بتصرف بطبيعية. ممكن تشوفه يومين ورا بعض وفجأة يغيب ويختفي لمدة سنة ما ترجع تشوفه، بعدين برجع بعد سنة. مواليد شهر 7، عظيم من ناحية الصداقة. تلفت انتباهه الأشياء الغريبة المميزة اللي مش الكل بعجب فيها. بحب الضحك والأفلام والأكل. عفوي كتير، دائما مع الحق، دائما بوقف مع الحق. عيونه حلوين وبتميزه، وما بحب حدا يساعده بإشي بحب يساعد حاله من حاله. صح؟ كيف الاستديو. مواليد شهر 8، بحب هو اللي يقود وما ينقاد. مرح وعنده ثقة عالية وما بهمه كلام الناس أبدا. بحب اللي يضل يمدحه كتير. مسالم، مواليد شهر 8 بحبوا صداقاتهم تكون قليلة، بين 2 أو 3 أشخاص بالكتير. أناني بالأشياء اللي بتخصه بأغراضه ومستفز بسرعة. يعني لما حدا يحكي معه شغلة بستفز فيها بقدر يستفز بسرعة. مواليد شهر 9، بهمهم النوم كتير كتير مهم بالنسبة لهم. ما بيعرف يعبر عن شعوره أو المشاعر اللي بحسها. بكره الظلم بكل أشكاله. بنتقم من يلي بتعدى عليه وكرر أغلاطه. متفهم للكل وبساعد الكل. ما بحب الإزعاج والحشرية للناس بحياته. بتنرفز كتير حشرية الناس، وصريح وبقدر يكشف الكذبة من أولها. مواليد شهر 10، مواليد شهر 10 بسرعة بتقدر تكسب ثقته لهذا المولود. وإذا زعل بصير هادي وصامت ومع نفسه. بعطي للناس أحياناً للأسف أكبر من حجمهم بكتير وبرجع بندم بكل مرة. مرح وحساس وبحب كتير الضحك واللعب. حتى لو كان متضايق نظراته بتضل حلوة. نظرة عيونه بتضل حلوة حتى لو كان زعلان. وعنده أسلوب الإقناع كتير عالي. مواليد شهر 11، فضوليين جدا جدا وجدا. ما بيعرف يعتذر بسرعة. بفضفض بس للشخص اللي كتير قريب من قلبه. بحب الناس اللي بتضل تضحكه وتزغزغ قلبه. ما بتخلى عن الشخص اللي بحياته بسهولة. شخص غير متوقع وبحب المفاجآت. ساحر بتعامله وأسلوبه مع الكل مثل الساحر. وآخر مولود معنا هو مواليد شهر 12، غامض وواضح بنفس الوقت. مواليد شهر 12 اللي ما بعرفه من بعيد بحكي عنه متكبر، واللي ما داء العنب بحكي عنه شو؟ حامض. دائما الناس بتفهمه غلط
لأنه ما بعرف يرتب كلامه، بطلع معه بشكل عفوي. بالضبط، بطلع معه دج، قلبه لطيف ونظيف بنفس الوقت، فضولي شوي. بحب اللعب والتحديات كتير، أحياناً صريح بطريقة تجرح. بس بدنا نكون أشخاص مختلفين ومميزين. أول إشي لازم نآمن إيمان داخلي بالجمال اللي جواتنا. لازم يكون عندنا طاقة إيجابية نعرف نطلعها. هذا واحد. اثنين، لما ما تقارن حالك بأي حدا شو من كان يكون. كمان ما تكون شخص عم تستنى رضا الجميع، لأنه رضا الناس غاية لا تترك أبدا. وكمان لما بدك تعمل إشي وانت عارف وبتأكد أنه هذا صح وبدك تمشي فيه، مشي فيه للآخر. ما تستنى من حدا يقول لك هذا صح وهذا غلط، مدامك أنت متأكد منه وأنت عاقل وناضج وراشد. هاي الصفات والأشياء هاي إذا كانت جواتنا، أنا أكيدة أكيدة إنهم رح يخلوك شخص مختلف ومميز. عملت استطلاع كتير بسيط عن موضوع شو الميزة اللي فيك، فكانت الردود لذيذة صراحة على هذا الاستطلاع. في بعض من المسجات بتقول لك أنا بحب طولي، بحس حالي مميز بهذا الطول. في منهم بقول لك أنا بحب سماري. كتير إشي رائع إن إحنا نشوف حالنا بس نوقف على المراية جميلين، ما نستنى من حدا يحكي لنا إنه إحنا أشخاص عنا جمال أو وسامة. إحنا نشوف حالنا قديشنا حلوين. في ناس بتقول لك أنا عندي ميزة الصبر واللامبالاة. برضو هاي على فكرة ميزة، لما تكون أحيانا صبور ومش مبالي للأشياء اللي على طول تضلك تضايق وتهتم كتير بالتفاصيل. في منهم بقول لك أنا هادي وبحب الحياة، فهي أكيد برضو مميزة، إحنا نحب الحياة على فكرة. وفي ناس بقول لك أنا حدا أكتوبري. جميل، الأكتوبريين هم دائما أشخاص قويين واقفين على رجليهم شو ما صار معهم. بهيك بنكون خلصنا فقرة الأبراج اليوم. بتمنى تكونوا أشخاص مميزين في حياتكم. شكرا فقرة الجاي للك يا أصدقاء. أنا بتوقع إنه كل شخص بيكون في عنده ميزة أكيد بتميز فيها عن الثاني. أكيد أصدقاء، أنا مختلفين. أصدقاء فكرتك سريعة اليوم، نشوفك أكتر هيك. طولينا بالمواضيع، دائما مشتاقين لك. بس حبيت الشخص الأكتوبري، يعني أنا إبريلي أحكي عن حالي. إبريلي. شكرا شكرا لك. بدنا نطلع بفقرة التريند.